شيء مش جديد على النادي الاهلي انه يجيب البطوله من بره، ولكن موقف النادي الاهلي في البطوله دي فوزه هنا مديله فرصتين تتعادل او تكسب، فبالتالي فرص النادي الاهلي اكبر بكتير جدا من فرص فريق الوداد الفريق المحترم المنافس القوي للنادي الاهلي، لكن فرص النادي الاهلي دائما وابدا في النهائيات بتكون اكبر. تعال نروح شوف فريق النادي الاهلي بقى الاول لكره القدم بالنادي الاهلي النهارده، خاض المران الختامي في القاهره صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر الى المغرب استعدادا لمباراه الوداد المغربي المقرر لها يوم 11 يونيو الجاري اللي هو يوم الاحد الجاي يعني على مركب محمد الخامس في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين عاده مارسيل كولر المدير الفني للفريق بيعمل محاضره مع اللاعبين قبل انطلاق المباراه للحديث عن الجوانب الفنيه والخططيه وخوض الفريق فقره من الإحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة. وطبعا أدى رباعي حراس المرمى زي ما حضراتكم شايفين معانا كده اهو الرباعي بأكمل على أكمل وجه، طبعا محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء كمان أدوا تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكوم مدرب حراس المرمى، والأربعة سلام بنسبة 100%، وكل الفرقة بالمناسبة سليمة بنسبة 100%، وكل الفرقة على أتم استعداد لمباراة النهائي، و اي حد مش موجود في التشكيل هيكون لسبب فني، لكن على المستوى الطبي كل الفرقه سليمه بنسبه 100%، مفيش لعيب رايح المغرب مش سليم 100%، ومفيش لعيب مش مسافر، كل الفرقه مسافره. فيعني ان شاء الله نتمنى التوفيق للفرقه، وجمهور النادي الاهلي واثق في الفريق ده، واثق ان المجموعه دي البطوله دي تحديدا كان ليها وضع خاص جدا عند جمهور النادي الاهلي، يمكن من بعد ماتش سان داونز تحديدا، يعني اللي هو نقطه تحول لفريق النادي الاهلي، نقطة تحول حتى في المدرجات لجمهور النادي الأهلي، كله تكاتف وكله التف حوالين الفرقة، كان التأهل صعب ولكن كعادة النادي الأهلي ممكن يكون التأهل صعب لكنه دايما مرشح للمباراة النهائية، وده اللي حصل كعادة النادي الأهلي. زي ما حضراتكم عارفين مارسيل كولر عنده دايما الخطة موجودة ولكنه في محاور فنية بيتحرك فيها، يعني الماتش اللي فات مثلا شفنا ثلاثي نص الملعب كان حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية اللي هو تقريبا هو الوحيد اللي ثابت في الثلاثي بتاع نص الملعب، لكن حمدي فتحي كان دوره أكتر كبلاي ميكر مش ديفندر، زي ما مثلا كان موجود في ماتش الزمالك اللي أحرز فيه هدف كان دوره برضو كبلاي ميكر. ممكن الماتش الجاي نخش نشوف عمرو السولية موجود في التشكيل ويبقى الثلاثي بتاع نص الملعب ليه أدوار مختلفة تماما، وممكن نفس الثلاثة يبقى ليهم أدوار مختلفة تماما، ولذلك مارسيل كولر من الناس المميزة في توظيف اللاعبين بأماكن بشكل مختلف. نفس الكلام دور مثلا بيرس تاو والشحات حسين الشحات، الاثنين دول ساعات يبقوا ونجات ثابتين على الخط وليهم حركات وتحركات بشكل مختلف والتاكتكس بتاعهم بشكل مختلف، وساعات يبقى ليهم ادوار دفاعيه من قبل نص الملعب، يعني اللي هو خط الدفاع الاول للفريق بيبقى من الهجوم. فمستر مارسيل كولر دايما معودنا على ان الخطه مش هي شكل اللعب، يعني خطه النادي الاهلي كالمعتاد ممكن تكون ثابته لكن شكل لعبه واداء النادي الاهلي مش ثابت. الطريقة اللي بيدير بيها مارسيل كولر كل مباراة مختلفة عن المباريات الأخرى، كل لقاء وليه أحداثه وليه الطرق اللي الراجل بيشوفها وليه الفرقة اللي بيلعبها ليها اعتبارات أخرى، وتلعب على أرضك غير بره أرضك. وخلي بالكم الراجل يعني مثلا في كأس العالم للأندية كان ساعات بيلعب باتنين ديفندرات قدام فرق كبيرة وعايز يفتح الملعب، وبعد كده رجع لا قرر ان لا احنا كده كده حتى الفرق الكبيرة حتى الفرق الصغيرة لازم يبقى الثلاث ديفندرات ليهم واجبات مختلفة، التغيير في الواجبات شيء والتغيير في شكل الخطة شيء تاني والتغيير في اللاعبين، وده دلوقتي تقريبا مستر مارسيل كولر عمل روتيشن كبير في اول الموسم، جهز تقريبا ال 20 لعيب اللي بيعتمد عليهم او ال 25 لعيب كمان اللي بيعتمد عليهم بقوا مجهزين بشكل بنسبة 100% تحس ان كلهم اساسيين، يعني لو جيت اتكلمت في خط الظهر عبد المنعم وحمدي اساسيين، رامي ربيع اساسي ومتولي اساسي لان نسبه المشاركه بتاعتهم كلهم قريبه من بعض، ده الروتيشن اللي كان مستر مارسيل كولر عامله في اول الدوري واول الموسم مش الدوري بس، لان في كل البطولات حصل الروتيشن ده، حتى في كاس العالم كان ممكن كل ماتش تلاقي لعيب في مركز غير يعني نفس المركز لاعبين ولكن الاثنين اساسيين. دي الطبيعه اللي الراجل لقى ان هو عشان يبقى بيلعب في 3 4 بطولات في نفس الوقت والشكل الاداء يبقى ثابت لقى ان هو لازم يعمل كده. حتى وهو مثبت التشكيل انت ما تعرفش الواجبات بتاعه كل لاعب قبل الماتش هتبقى ايه، رغم ان انت اللعيب هو، يعني ممكن يبقى تغييره قفشه دي تغييره هجوميه وممكن تبقى تغييره دفاعيه. الراجل وصلنا لمرحله ان احنا عندنا استقرار فني لكن حالات اللعيبه في الملعب ومراكزهم ليها ادوار مختلفه تماما في كل ماتش، ولذلك ماتش الوداد حتى لو بدانا بنفس التشكيل لكن تكتيك الماتش هيودينا في حته تانيه كتير جدا، ظروف اللقاء هتودينا في حته تانيه كتير جدا.